السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ صلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. بفيديو اليوم راح نقوم بتصميم ثلاثي الأبعاد لأحجار الشطرنج عن طريق برنامج اللي اسمه شبر 3D اللي فينا ننزله على الآيباد. من خلال التصميم راح نربط ما بين الأحجار التقليدي والأحجار الحديثي. قبل ما نبدأ لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. خليكم معنا.
الله.